موضوع كتير بنصادفه مع الشباب، وخصوصا يلي بيكونوا بلشوا مشاريعهم مثل ما بيقولوا مشاريع صغيره او بلشوا من الصفر، رغم كل الاجتهاد والالتزام اللي ممكن يقدموه لهذا المشروع ورغم كل الامكانيات اللي بيعتقدوا انه هن وظفوها وعملوها بالمكان الصحيح، الا انه احيانا بعض هي المشاريع بتفشل. يا ترى شو السبب؟ هذا السؤال يلي حنجاوب عليه اليوم. للاسف سلمى، كثير من الشباب اليوم بيحملوا افكار مهمه وابداعات، ولكن لما بيجوا لحتى يطبقوا هي الأفكار ويسووا مشروع على أرض الواقع، أكيد بتواجههم كتير من العقبات والمشاكل أثناء تنفيذهم لهذا المشروع. ولكن أكيد لكل مشروع ولكل هدف في قصص وشروط واضحة، حتى لو نجح بس إحنا كيف بدنا نستمر بهذا المشروع. كتير من التفاصيل والاستفسارات المهمة بخصوص نجاح المشاريع يلي نحنا بنعملها وأهمية الاستمرارية فيها، كل هي التفاصيل اليوم مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش هيك من البداية، هذا السؤال اللي يمكن بيخطر على بال كتير من الناس. أنا بلشت مشروعي، أنا بعتقد أني أنا حطيت كل شيء بدي إياه صح لوظف هذا المشروع، لكن للأسف ما قدرت أني أقلع فيه بالطريقة الصحيحة، شو السبب؟ تمام، أول شيء بدنا نميز نحن بين مشروع هو ريادي ابتكاري إبداعي من الصفر مبلش، ولا هو مشروع استمراري لتوليد مثلا عائد معين. المشروع الريادي بده يفكر بشغف وبده يكون في عنده رؤية وبده يبلش من الصفر بفكرة ريادية، فهذا مخاطرته أكبر بكتير من مشروع اعتيادي نحن عم نكبر البزنس أو قاعدين عم نستمر بشيء معروف وله أوريدي زباينه على الأرض وله موردينه ومستقر شبه مستقر على الأرض. فإذا المشاريع اللي بنخاف عليها هي كتير اللي ما تستمر، هي مشاريع ريادية اللي بتفكر بحماس زائد جدا من الرياديين، بيكونوا متحمسين للفكرة، بيجوا أول شيء في عنا خطأ كتير كبير باختيار الشركاء، هذا الشيء اللي دائما عم نعاني منه مراحل متقدمة من المشروع. أكثر شيء أنا بشوف أنا الغلط تبع المشروع وسبب فشله بمراحل متقدمة هو عدم اختيارنا المناسب للشركاء داخل المشروع، يكون شغفنا كتير كبير، أي حدا بيعوض النقص بنعتبره شريك، فهو دائما بيقولوا إنه لا هي مشاكل تمويلية أبدا. إذا بعطيكي إحصائية حوالية من المشاريع إنه ليش المشاريع عم تفشل وما عم تستمر، عم تطلع كلياتها مشاكل موارد بشرية وليست مشاكل مادية أبدا. للأسف هذا بعدين بيكتشفوا هذا الموضوع. إذا المشاريع الريادية لازم دائما نحن المشاريع بتمر بعدة مراحل، هالفكرة هي الموجودة بذهننا يجب أن تسقط على نموذج نحن بنسميه نحن نموذج البزنس اللي هو بنسميه بزنس ماتريكس. هذا البزنس ماتريكس له 9 حجارة، تبدأ أول حجرة منهم بمن هي شرائح العملاء، تنتقل إلى القيمة المضافة اللي بده يقدمها المشروع، إلى العلاقة مع الموردين، إلى العلاقة مع الزبائن، إلى العلاقة مع قنوات التوزيع، إلى ما هي مراكز توريد الإيرادات، إلى ما هي مراكز الكلفة. دراسة كاملة، هي الدراسة الكاملة هي عبارة عن ورقة فقط، ورقة مقسمة إلى 9 مربعات. هي الورقة اللي احنا بنعتبرها مثل الصورة، صورة المشروع البانورامية، بتلخص كل شيء ولكن بشكل مختصر. بننتقل من هي الأفكار إلى دراسة بنسميها دراسة الجدوى الاقتصادية، فتبدأ من عملية دراسة فنية للمشروع شو بده يقدم، إلى دراسة تسويقية، تنتقل إلى دراسة مالية، ومن ثم دراسة موارد بشرية شو بده عناصر بشرية المشروع. بعدها إذا بده يقدم قرض أو يروح على جهة تمويل تنتقل لشيء اسمه بزنس بلان، يعني خطة العمل اللي هي مراحل تنفيذ المشروع. بهالمراحل الثلاثة إذا بتشوفي الركيزة الأساسية هي أول ورقة اللي هي دائما بترجعنا للمربع الاول، انه نحن بالاساس وقت كانت فكره مشروعنا شو بدنا نقدم القيمه المضافه، فاي مشروع بده يطلع من قيمه مضافه بده يضيفها للزبون لحتى يجي هذا الزبون يكون اما عم ياخذ الخدمه تبعتي او عم ياخذ المنتج اللي من عندي. نحن احيانا بنفقد البوصله، ليه؟ لانه احيانا بنكون عم نقدم منتج بنلاقي مكملات وبجيب مصاري اكثر، بنروح لمكملات المنتج وبننسى المنتج الاساسي اللي نحن عملنا له دراسه. طب نحن بنروح عم نقدم خدمه بنلاقي الخدمه المكمله لخدمتنا عم تجيب صاري أكثر، نحرف البوصلة بنفوت على سوق اللي احنا ما لنا عاملينه دراسة، فبتلاقينا آخر شيء راحت البوصلة تبعتنا. فوقت نحن نعمل البزنس ماتريكس ونرجع دائما للمربع الأول لحتى نشوف مين هي شرائح عملائي، شو القيمة اللي بدي أقدمها. فهون نحن
احيانا فقدان البوصله، وقت انت تفقدي المنتج اللي انت بالاساس كنت متحمسه له او الخدمه، فانت راح الشغف كثير عندك وصار عندك شركاء جدد انت ما كنت بالاساس متعاقده معهم نهائيا، فهذا وحده من الخطوات اللي هي غير مدروسه. اما عن المراحل ليش ما عم يكبر المشروع، حياتها ما كانت هي المراحل الماديه هي المعيقه للمشروع، بتلاقي خلافات احيانا وقت بيكبر السوق تبعنا بنصير بدنا نقفل البزنس ونقتسم كل الزباين. طب الزبون اللي هو جاي للمشروع صار مقسوم بين شركاء، يعني انا اروح لعند مين جيب الخدمه؟ بشوف منافسه بين الشركاء، فبتعرفي انت دائما الزبائن بتحب تستغل هي الفرصه بتاخذها لصالحها مثل ما هو صاحب المشروع، فانا بروح ورا المنافس اللي بيقدم لي افضل جوده بافضل سعر، حروح ورا بغض النظر اذا الشركاء فكوا البزنس بيناتهم ولا هن بعدهم مستمرين بهذا الموضوع. اذا راحت القوه تبعتنا اللي هي الشراكه اللي هي اللي احنا بالاساس مبني علينا المشروع. الشغله الثانيه وقت انت الزبون يسمع بهي الخلافات شوي صغيره حيروح لعند المنافس عندك وحيستغل نقطة الضعف اللي عندك ويصير يبازر عليها. طب الموردين اللي عم يجيبون للمواد الأولية اللي هي كنا عم ناخد حسم الكمية وبيعرفونا مستقرين، صار فيهم نحن بنفس الوقت يتفاوضوا معنا ويعطوا سعرين مختلفين. طب الجهات القارضة اللي هي عم بتحس انه هذا المشروع بلش بمرحلة تعثر ممكن ترفع علينا الفائدة بقروض أخرى نحن عم ناخدها، فإذا نحن عم نشوف هي مشكلة موارد بشرية بالأساس. هي الشغلة اللي احنا دائما بننصح فيها اللي عم يعملوا مشاريع، درسوا شركائكم كثير منيح، يعني دائما نحن الشريك بالنسبة لنا ليش بيتميز رائد العمل؟ لأنه قادر على إقناع شركاء بشغفه وتحمسه للمشروع، فبيكون في ناس متبنيين للفكرة فبيكونوا عم بيحاربوا معنا بهذا الموضوع، وإلا بحياتها ما كانت المشكلة المادية هي اللي سبب بعدم إكمال المشروع. طيب دكتور منير خلينا نوقف عند نقطة مهمة اليوم قبل ما نبلش نحن بكل هذا الكلام وبكل رحلة تنفيذ المشروع والعقبات اللي ممكن تواجهنا بهذا الطريق. بداية المشروع أكيد لازم ما يكون في معايير الواحد يرتكز عليها لما أنا بدي أبدأ مشروع، بيقول لك أنا عندي أفكار كتير مهمة، أنا عندي أشياء بدي نفذها على أرض الواقع بس ماني عارفان كيف بدي أمسك رأس الخيط أو كيف بدي بلش بهي الفكرة أو بهذا المشروع، فشو هي المعايير اللي لازم تكون موجودة؟ صحيح، نحن في خطوة هي بريادة الأعمال ندرب عليها هي دائما تحويل الفكرة إلى واقع. تمام. تحويل الفكرة إلى واقع، أفكار متطايرة كتير بذهننا نحن بس نسقط على البزنس موديل المؤلف من 9 أركان أساسية، هي من هي شريحة العملاء، لمين أنا، شو القيمة المضافة بدي أقدمها، شو هي القنوات التواصل بيناتهم التسويقية، فأنا عم بسقط أفكاري على ورقة. طب أحيانا في أفكار ما لها حلول، هي الحلول في عنا كمان أدوات لحنا الابتكار الحلول، قد تكون جلسات عصب ذهني، قد تكون كتير أدوات لحنا بنستخدمها إنه بنقلب إذا ما ربحنا وخسرنا شو سبب خسارتنا، إذا ما كان هذا زبوننا مين بده يكون زبوننا، بنقلب الأسئلة تبع اللي إحنا نقاط قوة لنا بنقلبها لنقاط ضعف حتى نجاوب على شيء اسمه exit plan، يعني إذا فشل المشروع أنا شو هي المخرج تبعي. فدائما في عنا دراسة مخاطرة، فمنقول إحنا الزبون هذا هو زبوني، إذا هذا الزبون ما اشترى مني أنا شو بدي أتصرف، فبدي يكون في عندك حلول اللي هي حلول الريسك، يعني الحلول اللي هي إذا كان في عندك مخاطرة بالمشروع، فهون هي البداية. فنحن دائما بنحكي مع الريادي بنقول له عندك هاي الأفكار، أوكي هاي الأفكار اسقط لي على الورق، ببلش يعبي أول مربع ثاني مربع ثالث مربع، والله هذا ما له موردين، منين بتجيب مواد أولية خيالية هي الفكرة. فبتلاقي دائما هي التسع أركان هي بتسقط لك، يعني احنا كثير عم ننشر هالثقافة، الثقافة هي ما كثير بعيدة، يعني من بداية التسعينات واللي أوجده هو يعني أليكس أوستر فالدر اللي هو واحد من المفكرين السويسريين وصغير بالعمر، وصارت تلقى تستخدم هي من 2000 فما فوق صارت تستخدم بداية فكرة، دائما بنعلقها لحنا على حائط الريادي دائما بتطلع انه كيف بلشت فكرة المشروع مشان دائما يرجع خطوة لورا ويشوف كيف بلش. فإذا نحن في عنا أفكار هي أحيانا تكون طايرة بالسماء من قاربة على الأرض، بيكون له دائما خلي ريادي الأعمال خلي مثلا أقدامك على الأرض بحيث أنك تفكر بشغلة واقعية مو بدول مجاورة مو فكرة شفتها على النت. وهلأ كمان في شغلة لازم ننوه عليها أنه نحن الفضاء الواسع اللي هو عبارة عن النت سمح لنا أنه نأسس كتير مشاريع ما كانت فكرتها موجودة سابقا، يعني كنا من الأساس وقت ترخصي مشروع بدك ترخيص حقيقية فيزيائية نوع الشركة ترخيص الشركة حمايات ملكية، هي القصص كلاتها على الأرض بتصير. هلأ بتلاقي الواحد بلش فكرة مشروع وبلش يكون عنده زبون وبالآلاف وهو عبارة محل ما عنده، فهو تسويق افتراضي. طيب دكتور كمان خلينا نحكي على فكرة كتير مهمة، حضرتك حكيت عن أبرز المعايير ويمكن أبرز المشاكل اللي ممكن يشوفها أي شاب مقدم على مشروع ريادي أو مشروع ابتكاري. طيب اليوم
في شروط ليقدر يتبع ايضا خطوات بتحافظ على الاستمراريه. صح. لانه ايضا استمراريه هي شيء مهم لاي مشروع، ما بكفي انه انا انجح فيه مثلا سنه وبعد سنه ما لي افق بهذا المجال. صحيح. نحن هون بعد ما تنتقلي من خطوة دراسة خطة للمشروع، يعني هي عبارة عن فكرة المشروع تسقط على الورق، بنروح على شيء اسمه الفيزيبيليتي ستادي اللي هي دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية تبدأ أول شيء من إنه هذا المشروع له تسويق، فتبدأ من دراسة تسويقية. فلحنا بنعرف تماما مين زبوننا، هذا الزبون اللي احنا جبناه وحققنا منه إيرادات بنحط له خطة مالية. هي الخطة المالية في إلى أول قسم هو قسم نقطة التعادل، هو تعادل إيراداتي مع رأس مالي اللي حطيته، وبعدين الانتقال لمرحلة الربح. هي الخطة المالية اللي احنا حاطينها وهي جزء من الجدوى الاقتصادية مدتها على الأقل سنتين، يعني في عنا استمرارية سنتين للمشروع. ممنوع نحط مشروع ينتهي بتحصيل رأس ماله. هيك انت بس عملتي فكره اختبرتيها اخذتي راس مال انتقلتي الفكره الثانيه، ما عملتي اي شيء. نحن دائما في عندنا نقطه تعادل قد تحقق بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنه، وبعدين السنين اللي هي بتراكم ارباح. في اشياء كثير بننبه عليها. نحن احيانا بيكون صاحب المشروع حاطط شغلات هو بيمتلكها، وليكن المحل له او بيته او الفكره من عنده او واحدة من الاصول من جيبته، ما بيحطها بالميزانيات. يعني انا مثلا بقول انه غرفه المكتب من عندي، هي غرفه انا بمتلكها، هي بدك تعتبر حالك مستأجرة وتراكم لها إيراد. هي واحدة من الشغلات. تاني شيء، ما بيحط لحاله صاحب المشروع راتب. طب أنا هلأ إذا وظيفتي أفضل تجيب لي من المشروع بلا وجع الراس، ليش لحتى تكون ريادي؟ فأنت دائما بدك تحطي لك راتب. هدول بينسوهم، بيحسبوا حالهم ربحانين، بيجوا لمرحلة لاحقة البيت ما عاد متوفر أو المكان تبع اللي هو كان صاحح له مجانا، بيقوم بده يحط الخطة الجاية، بيلاقي عنده أجار مرتفع، بيلاقي هو نفسه وقته ما عاد يقدر يحصل مصروفه هو لحاله. نحن من نقطة بداية من حساب مكونات الدراسة المالية للمشروع بحط أنا كموظف كرائد عمل صاحب المشروع، بحط لأيدي راتب كأني CEO تبع مشروعي، وبحط حتى الأصول اللي هي عبارة عن أصول أنا جبتها مجانا. هي معنا مجانا، هي الخطوة المقابلة لألا أنه لو ما لقيت حدا عطاني إياهم أنا دفعت أجارهم. فهي الأشياء هدول اثنين من العسرات اللي ممكن يتعسروا فيهم وما بياخذوهم بعين الاعتبار ببدايات المشروع. الشغلة الثانية، نحن وقت تكون في عندك دراسة مادية أو مالية كافية فبيكون كتير مشروعك محمي. ونحن في عندنا ضعف مالي الحقيقة بعملية خلينا نقول تحويل الأفكار إلى ليرات وإلى قيمة نقدية. فبتلاقي دائما نحن بنعطي تدريب مدته 3 أيام لخمس أيام لعمل قائمة التدفق النقدي، عمل الأرباح والخسائر، ميزانية الختامية، بس ما بنعطيها بمفاهيم محاسبية معقدة، بنعطيها بمفاهيم حتى الشخص اللي معه تعليم أساسي يفهمها. يعني إنه هي الأشياء لأنه هي عبارة عن ألم ورقة وحسابات، ما في شيء اسمه أنا بعمل مشروع بعدين بجيب محاسب يحسب لي. بالأساس هذا المشروع ما خلق وتكون على الأرض بدون ما يكون في عنده موازنات له وفي له قيم مادية معكوسة الأفكار إلى قيم نقدية. طب دكتور منير، خلينا ننهي الفقرة بأهم النصائح اليوم يلي ممكن تفيد كل الشباب حتى الصبايا يلي اليوم بدون يقدموا على تنفيذ مشاريعهم، إن كانت في صعوبات بالبداية أو حتى صعوبات من ناحية الاستمرارية. لأن صار لي أكثر من 17 سنة مع رواد الأعمال ودائما عم بشتغل معهم وعم بسمع مشاكلهم. اذا بعمل شو هي اكثر المشاكل يلي بيواجهوها؟ اكثر مشاكل هي عباره عن الشركاء بيفترقوا، ما بيعودوا بدهم مصلحه المشروع اكثر من مصالحهم الخاصه، فبتلاقي المشروع ضاع بين اثنين او عده شركاء. هي واحده من المشاكل. ثاني شيء الضعف المادي بدراسه الدراسة المالية. الدراسة المالية معمولة لحتى نجيب رأس مالنا، مو لنربح ونستمد أو يكون في عنا استدامة لنا. هي الشغلتين بيفقدوه. مجرد حصلوا رأس المال بتلاقي المشروع ما عاد في له شغف عند الاثنين، خلاص حصل رأس ماله والربح اللي حاطه. طب الاستدامة ما بتلاقي في عندهم شغف لها كتير. الشغلة الثالثة وهي الأهم، إنه دائما ما في المشاريع ما لها إكزيت بلان. يعني المشاريع بتعرفي انت كثير بتتعرض لريسك، مثل الشخص اللي ممكن يمرض، ممكن يتعثر بحياته الصحيه، ايضا المشروع ممكن يمرض، ممكن تحصل له ظروف غير مدروسه. فعملنا عمليه دراسه الازمه او دراسه المخاطر للمشروع والاكزيت بلان مو كثير الناس محضرين لها. بتلاقي محضرين لها بالظروف المثاليه الحلوه كثير اللي هي وقت انكتب المشروع. طب الريسك مانجمنت تبع هذا المشروع مو معمل له حسابات نهائيا. واخر سبب اللي هو المادي اللي هو التمويل، صدقيني اخر سبب. شوفي لوين رتبت
تبعته. الاشياء الثانيه هي اللي بتحدد استدامه المشروع. دائما بنقول لهم نحن كونوا دائما على عمليه تطوير للبزنس بلان تبعتكم. البزنس بلان ما انا عباره عن شغله ريتن ان ستون ومكتوبه بالصخر وما بتتعدل، هي شغله ممكن تعدليها انت كل 3 شهور بتعيدي صياغه خطتك، وحتى بتصيري تقنعي ممولين جدد ويعرفوا تماما كيف يعملوا فند ريزنج. يعني فند ريزنج احيانا مو دائما القروض اللي عليها فوائد هي اللي بتكون مموله للمشروع. حمسوا الاخرين يشاركوكم افضل ما يدينوكم بفائده. اكيد، يعني دائما دكتور منير بيكون معك معلومات مهمه ومفيده لكل الشباب. نتمنى هيك اليوم نكون اعطينا ملخص لبعض الخطوات الاساسيه اللي هي ممكن تساعد اي شخص بلش مشروعه. بس استفسار صغير، اليوم بنلمح كمان بعض الاشخاص بيكونوا ناجحين بمشروعهم بيقرروا يتوسعوا فبيقولوا بنضم مشروعين نفس الافكار مع بعض، كمان هدول في لهم بعض الشروط اللي لازم ينتبهوا عليها مشان ما يكون في مشروع طاغي على مشروع او واحد كسبان على حساب الثاني مثل ما بيقولوا. انا دائما بآمن بالشراكه، يعني دائما الواحد ما يعيد لفه الدولاب من الاول وجديد. انا ماني قوي بالتسويق وعندي ماده كثير الى زباين، بروح على شركه تسويقيه بعملهم شركاء، ليش لحتى انا اسوق وابني فريق تسويقي من الصفر وهذا ما هو اختصاصي؟ فهلا عم نلاقي شركات كثير مهمه واصلا هي بتوفر كثير بالكلف. انا منتج جيد بعرف طلع قيمة مضافة بالمنتج تبعي وله رغبة بالسوق، انت شركة تسويقية تستلم لي التسويق كلياته من A to Z. بيجي مرة تانية لعند شركة نقل انت خذ النقل كلياته، بيجي عند شركة مستودعات انت خزن لي وسوق افتراضيا حتى عبر دول العالم. هي الشراكات كلياتها هي عبارة عن واحدة من اهم الهياكل التنظيمية للمنظمات حاليا اللي هي 2023 فما فوق. هي هياكل التنظيمية للشراكات، ما عد حدا بده يكون من الالف للياء متخصص بشيء معين. انا كثير مبدع بهذا الموضوع، خليني انا يوتيوبر جيد وانسان لي حضوري بكل شيء، في شركه مونتاج هي بتسوقني، في شركه ثانيه هي اللي بتروح بتسوقني دعائيا، وهي شركه بتروح تشتري الاعلانات بتنعرض عندي باليوتيوب. فانا ليش لحتى اكلف حالي من الصفر؟ في ناس متخصصين. انا مع الشراكات كثير، واللي عم شوف المشاريع الناجحه عم تتسوق دوليا مع انه هي محليا سوريه، سوريه بامتياز، هي ناس حققت شراكات مع كثير شركاء موجودين خارج حدودنا الفيزيائية قاطعين شوط بالتسويق العالمي. بتلاقي هو استلم هون الانتاج، شو ما كان المنتج، خدمة ولا منتج حقيقي بيستهلكه يوميا، عم يتسوق عالميا عن طريق الشراكات. طيب دكتور، بالنسبة للكورسات مهم كتير انه الشخص ياخذ كورسات قبل ما يبلش بالمشروع، صح؟ تمام. طيب هاي نقطة كتير مهمة، لانه لازم الواحد ممكن يكون بحاجة لتدريبات ويتعرف على اساس بداية المشروع لحتى يعمل. شكرا كتير لك دكتور منير عباس، كنت معنا ولكل النصائح اللي قدمت. يعطيكم العافية، ان شاء الله صباحكم رياضي. شكرا لك دكتور لكل المواد اللي قدمت لنا اياها.